صباح الخير، معاكم كابتن محمد سيد. النهارده هنتكلم عن الاسترتشات او الاطالات. السؤال هنا بنتساله، هل الاسترتشات او الاطالات بتطول طول الجسم؟ بمعنى ان لو طول انسان 170 سنتي، هل بعد الاسترتشات دي طوله هيبقى 173 سنتي؟ طبعا لا، الاسترتشات بتطول العضلات بس مش بتطول طول الجسم بشكل عام. النهارده هنتمرن مع بعض استرتشات للأبر بودي، أو هنعمل تمارين إطالات للجزء العلوي من الجسم. هنتكلم عن أهم 5 استرتشات تقدروا تعملوهم في كل مكان، هتساعدكم إن انتوا تحسنوا من المقطع، يعني تطولوا المقطع في سرير العضلات وتحسنوا من البرفورمانس أو من كفاءة العضلات. تعالوا بينا نشوف. أول تمرين معانا هنسترتش عضلات النك أو الرقبة. من هنا أبدأ إن أنا أقف بالشكل ده واخلي رقبتي تبص لفوق بزاوية كده. بعد كده هرجع تاني عادي واروح الجنب التاني. بعد كده هنزل واروح في النص بالشكل ده. ده الاسترتش رقم 1. استرتش رقم 2، هنبدا ان احنا نسترتش عضلات التشيست او الصدر. هبدا ان انا اقف بالشكل ده واخلي ايدي ترجع ورا كده، او احاول ان انا اخلي ايدي الاثنين يمسكوا بعض واقفل الكتف لورا وابدا ارفع ايدي لفوق بالشكل ده. هنثبت في البوزيشن ده او ده من 10 ل 15 ثانيه. استرتش رقم 3 بيستهدف عضلات اللاتس والتراي، عضلات الباك والتراي بالشكل ده. بعد كده بغير بالشكل ده. بعد كده ستريتش رقم 4 بيستهدف عضلات الكتف الأمامية. عضلات الكتف الأمامية هسترتشها بالشكل ده من البوزيشن ده أو البوزيشن ده، إن أنا أرفع كتفي لفوق وأحاول إن أنا أسند على حاجة. بعد كده هسترتش عضلات الكتف من الجنب بالشكل ده. بعد كده الجنب التاني بالشكل ده، بزق بكوعي من عند كوعي، مش بزق من على المفصل بالظبط، بزق من قبليه بشوية. آخر استرتش معانا هنسترتش عضلات الباك، ان انا هتني ركبتي وابدا ان انا انزل بالشكل ده. هنعمل التمارين دي من مجموعتين لثلاث مجموعات، والثبات من 10 ل 15 ثانيه. اشوفكم الحلقات اللي جايه.